السلطانة التي بدأت سلطنة الحريم. أنا زوجة السلطان سليمان القانوني، أحد أعظم السلاطين العثمانيين. ولدت في روكسلانا بأصول أوكرانية، وتم أسري وأحضرت إلى قصر السلطان في إسطنبول. لم أكن أعلم أن حياتي ستتغير بهذا الشكل الدرامي. منذ اللحظة التي رأيت فيها السلطان سليمان، شعرت بجاذبية خاصة تجاهه. كان يتمتع بحكمة وقوة، وكان قلبه مملوءاً بالشغف. بفضل ذكائي ودهائي، استطعت أن ألفت انتباهه وأصبح مقربة منه. بعد فترة قصيرة، أصبحت محظيته المفضلة، لكن طموحي لم يتوقف عند هذا الحد. أردت أن أصبح زوجته الرسمية، على الرغم من أن هذا كان غير مألوف وغير مقبول في تلك الفترة. بفضل تأثيري المتزايد على السلطان، تحقق حلمي وأصبحت أول جارية تصبح سلطانة رسمية. لم يكن الطريق سهلا، فقد واجهت العديد من التحديات والمؤامرات من داخل القصر. كان علي أن أتعامل مع الغيرة والعداء من نساء القصر الآخرين، وأيضاً مع التحالفات السياسية التي كانت تحاول النيل مني ومن أبنائي. أنجبت عدة أطفال للسلطان، وكان كل طفل يعزز موقفي في القصر ويقربني من تحقيق أهدافي. أبنائي، وخاصة الأمير سليم، كانوا جزءاً مهماً من خطتي لضمان استمرارية نفوذي وسلطتي داخل الدولة العثمانية. كنت أستخدم نفوذي لدعم مشاريع خيرية وثقافية، وأصبحت شخصية بارزة في الحياة السياسية للدولة العثمانية. من خلال دهائي وحكمتي، تمكنت من الحفاظ على مكاني في القصر وحماية أبنائي. اليوم، وأنا أنظر إلى الوراء، أرى أن حياتي كانت مليئة بالتحديات والمكائد، لكنها كانت أيضاً مليئة بالانتصارات. قصة حياتي هي شهادة على قوة المرأة وإرادتها في مواجهة الصعاب وتحقيق ما تصبو إليه. والآن جاء الوقت حتى أدافع عن نفسي بتهمة قتل الأمير مصطفى والوزير الأعظم إبراهيم باشا. يا سيدي السلطان، وأمام الجميع، أود أن أقول أنني بريئة من التهم الموجهة إلي بقتل إبراهيم باشا والأمير مصطفى. إن الحوادث التي جرت كانت نتيجة لمؤامرات ودسائس داخل القصر، وليست نتيجة لأي فعل قمت به أنا بنفسي. فيما يتعلق بإبراهيم باشا، كان لديه الكثير من الأعداء في القصر، حيث أثار حقدهم بسبب سلطته ونفوذه الكبيرين. لم يكن لدي مصلحة في إزاحته، فقد كان خادماً مخلصاً للإمبراطورية وللعرش. أنا لم أطلب موته، ولا أطمح بذلك، فمصلحة الدولة كانت دائماً نصب عيني. أما فيما يخص الأمير مصطفى، فأنا أم لطفل مثله وأعرف جيداً معنى الأمومة وحب الأبناء. لقد كانت هناك شائعات ودسائس كثيرة حول ولائه وطموحاته، ولقد كان هذا القرار بأكمله في يدك أنت السلطان الذي نثق بحكمته وقراراته. لم أسعى أبداً لإثارة الفتنة أو إحداث الفرقة داخل الأسرة المالكة. كل ما أريده هو السلام والاستقرار لهذه الإمبراطورية العظيمة ولأبنائنا. والآن هل تعرفون من أنا؟ وهل حقاً أنا بريئة؟